بني مزار أشهر اسم مرتبط بكلمة مجزرة، وهي فعلا مجزرة. 10 أفراد يموتوا بنفس الشكل وبنفس الطريقة، والقصة من بدايتها لنهايتها صعب تتكرر تاني بنفس الدقة دي. هنتكلم عن مذبحة بني مزار القصة الكاملة. 2005 في قرية شمس الدين التابعة لبني مزار، أبو بكر عبد المجيد نازل يصلي الفجر زي كل يوم، ومستني أخوه طه علشان يصلي معاه، واللي متعود يشوفه كل يوم في صلاة الفجر. وبعد الصلاة بيطلعوا على بيت والدتهم علشان يفطروا مع بعض، وبعد كده كل واحد بيروح لشغله. لكن اليوم ده طه ما ظهرش، واستغرب أبو بكر جدا إنه ما شافش أخوه طه، لأنه متعود يشوفه كل يوم. خلص صلاة وطلع على بيت والدته وبيت أخوه علشان يتصدم، يلاقي البيت مقفول والنور مظلم، وده معناه إن مفيش حد صاحي. قام فتح أبو بكر الباب بالمفتاح اللي معاه علشان يكتشف إن والدته ميتة وغرقانة في الدم، وأحشائها خارجة لبره. ينهار أبو بكر ويفضل يصوت جامد جدا وينده على الناس والجيران، ويدخل علشان يشوف أخوه طه علشان برضه يلاقيه ميت بنفس الشكل، الرأس مهشمة وفتح في منتصف البطن والأحشاء خارجة لبره وغرقان في الدم، وجنب كل جثة حمامة ميتة. الناس بدأت تتلم حوالين بيت أبو بكر بسبب الصويت العالي، ولأن طبيعة القرى والأرياف إن الناس بتصحى بدري، فكان عدد الناس اللي تجمهرت عند البيت كبير جدا. ولما دخلوا البيت لقوا إن أبو بكر من كتر الصويت دخل في حالة غيبوبة، علشان فجأة الناس تسمع صوت صويت جامد جدا طالع من البيت اللي جنبهم، وده كان بيت الحاج محمود محمد عبده، وده كان شغال مزارع. والصويت ده كان طالع من بناته الاتنين اللي صحيوا على صوت صويت الناس اللي في الشارع، واكتشفوا ان ابوهم الحاج محمود محمد عبده هو كمان ميت بنفس الطريقة، الرأس مهشمة وفتح في منطقة منتصف البطن والاحشاء خارجة لبره، وبرضه جنبه حمامة. ويكتشفوا كمان ان والدتهم الحاجة صباح عبد الوهاب ميتة بنفس الطريقة، الرأس مهشمة وفتح في منطقة البطن وبرضه جنبها حمامة. حتى اخواتهم الاطفال الاتنين فاطمة 8 سنين واحمد 10 سنين مقتولين برضه بنفس الطريقة، وجنب كل طفل برضه موجود حمامة. اهالي القرية اتجمعوا حوالين البيتين، بيت ابو بكر وبيت الحاج محمود، واللي لقوا فيهم ان اهالي الناس دي ميتين جوه البيوت بنفس الطريقة وبنفس الشكل. وهنا وصل عدد الضحايا المقتولين 6 ضحايا بالظبط، ومن بيتين مختلفين. في نفس الوقت ده كان في طالب اسمه محمد يحيى، وهو كان في مرحلة الاعدادية ساعتها، وكان بالصدفة بايت في اليوم ده عند جدته ورايح الصبح على المدرسة، وقرر ان هو هيروح على بيت والده علشان ياخد معاه شوية كتب يطلع بيهم على المدرسة. وهو داخل على البيت لاحظ وجود تجمهر كبير جدا من الناس، وسمع كلمات زي ان في ناس ماتت وان في حد قتلهم، وانه ما كانش فاهم لحد اللحظة دي هو في ايه. وبدأ يلاحظ ان في بعض من قوات الامن بدأت توصل، فقرر انه يطلع على بيت والده علشان يفهم منه هو في ايه. يطلع ويقعد يخبط على الباب ومحدش فتح، فطلع المفتاح اللي معاه وفتح الباب علشان يلاقي كل عيلته مقتولين وغرقانين في بركة دم. والده الاستاذ يحيى وكان شغال مدرس، ووالدته نعمات، واخواته الاتنين الصغيرين محمد 3 سنين واسماء عندها سنة واحدة بس. علشان ينهار الطالب محمد يحيى ويقعد يصرخ بصوت عالي، فيطلع عنده بسرعة اهالي القرية علشان يكتشفوا ان اهل بيت محمد ميتين بنفس الطريقة بالظبط. وبكده وصل عدد الضحايا 10 افراد ميتين بنفس الطريقة وبنفس الشكل، والعشر ضحايا محطوط حمامة جنب كل جثة حد فيهم. كل اهالي القرية طلعوا جريوا على بيوتهم علشان يطمنوا على اهاليهم وان مفيش حد فيهم مقتول. وفي نفس اللحظة دي الامن وصل واكتشف ان هو قدام جريمة فريدة من نوعها، صعب تحصل تاني او تتكرر تاني بنفس الشكل ده وبنفس الدقة دي. المحصلة الاولى من المعلومات بتقول ان طريقة قتل العشر ضحايا بنفس الشكل، وانه كمان تم بتر الاعضاء التناسلية للعشر ضحايا، حتى الاطفال حصل فيهم كده. الجزء التاني وجود حمامة جنب كل جثة، والاغرب ان كل جثة من الذكور جنبها حمامة من الذكور، وكل جثة من الاناث جنبها حمامة من الاناث. وده فتح مجال عن
عند بعض من أهالي القرية إن جريمة القتل دي لها علاقة بالسحر، وهنعرف ليه كمان شوية. لكن المهم، التقرير المبدئي بيقول إن اللي نفذ العملية دي عدد من الأفراد ما يقلوش عن 5 أفراد، وإن جريمة قتل 10 ضحايا تقريبا كلها تمت في أوقات متقاربة، وده كان واضح جدا من شكل الجثث. وبدأ رجال المعمل الجنائي ورجال التحقيقات في جمع الأدلة والاستماع للشهود، والطب الشرعي كان في انتظار وصول الجثامين 10 علشان نفهم أكتر هو حصل إيه. ونبدأ بالمعمل الجنائي اللي كان عنده صعوبة كبيرة في جمع البصمات أو جمع الأدلة بسبب وجود عدد كبير جدا من الأهالي في البيوت الثلاثة أول ما عرفوا بموضوع جريمة القتل. ومن كتر ما كان العدد ده كبير اختلطت كل البصمات وكل الأدلة مع بعض، وده صعب دور الأدلة الجنائية بشكل كبير. لكن اللي كان واضح بشكل ظاهري إن البيوت الثلاثة كانوا مقفولين بشكل طبيعي ومش ظاهر عليهم أي علامات من الاقتحام او تكسير الابواب. وهنا كان المقترح الاكبر ان المجرمين اللي نفذوا الجريمة دي اكيد دخلوا البيوت من خلال الاسطح، لان الاهالي بلغوا رجال الامن ان البيوت كلها كانت مقفولة بشكل طبيعي، وكمان كل الضحايا تقريبا مقتولة في نفس مكان نومها او بعيد عن مكان نومهم بحاجة بسيطة، وده معناه انه ما حصلش مقاومة من 10 ضحايا. وده كمان اكد لرجال الامن ان اكيد اللي نفذوا الجريمة دي حد من أهالي القرية وعارف البيوت دي كويس جدا. وفجأة ورجال المعمل الجنائي شغالين يلاقوا فردة حذاء واحدة موجودة فوق سطح واحد من البيوت اللي تمت فيه الجريمة، وتم التحفظ على الحذاء ده على أمل إن هو يوصلهم لمرتكبي المجزرة دي. وبعد مرور أول يوم يبقى موضوع مجزرة بني مزار هو قضية رأي عام، ويحصل ضغط قوي من المجتمع على أجهزة الأمن بأن هم لازم يلاقوا الجناه بشكل سريع. ويبدأ رجال الأمن في الاستماع للشهود اللي أكدوا كلهم إن مفيش أي صوت غريب سمعوه أو صوت عالي ظهر من أي بيت من البيوت الثلاثة طول فترة الليل. ده غير كمان إن الضحايا نفسهم كانوا موجودين مع أهالي القرية بشكل طبيعي جدا لحد وقت متأخر، وتقريبا تم تحديد موعد تنفيذ المذبحة دي وهي الساعة 1:30 صباحا، واستمرت لمدة ساعة تقريبا وانتهت على الساعة 2:30 صباحا. وبدأت تظهر إشاعات كتير عن مذبحة بني مزار، أولها إن المذبحة دي لها علاقة بالسحر، وإن 10 ضحايا دول عبارة عن 10 قرابين للشيطان، لأنه كان منتشر في الوقت ده إن في ناس كتير كانت بتعمل أعمال سحرية للبحث عن الكنوز الأثرية المدفونة. واللي خلى الإشاعة دي تكبر عند ناس كتير من أهالي القرية هو وجود الحمام المقتول بجانب جثث الضحايا، وجود حمام ذكر بجانب الجثة الذكر، ووجود حمام أنثى بجانب الجثة الأنثى، ده غير كمان بتر الأعضاء التناسلية لكل الجثث. فكل الأدلة دي والشواهد دي فسرها بعض من أهالي القرية إنها واحدة من أقذر الأعمال السحرية، وتم إرسال الجثث للطب الشرعي علشان يطلع التقرير المبدئي بتاعه اللي بيقول إنه تم استخدام جسم معدني عريض في تكسير وتهشيم رأس كل الضحايا، وفي الأغلب الجناة استخدموا السطور، واستخدام جسم معدني صغير ودقيق وحاد جدا في فتح البطن وبتر الأعضاء، ويرجح استخدام مشرط طبي. وبعد التقرير ده اتحول الموضوع عند أهالي القرية من إنه سحر إلا إنه تجارة في الأعضاء، وده بعد ما تقال إنه تم استخدام مشرط طبي في بتر الأعضاء التناسلية. وفي الوقت اللي التحقيقات فيه شغالة كان أهالي القرية عندهم حالة من الهلع والخوف على أهاليهم إن يحصل فيهم نفس اللي حصل، وعملوا مجموعة من اللجان الشعبية للحفاظ على بيوتهم وأهليهم، وطبعا ده كان بمساعدة رجال الأمن، لحد ما ظهر بعض الشهود اللي قالوا ان كان في عربية اسعاف موجودة قبل الحادثة باسبوع بتاخد عينات من الدم لبعض اهالي القرية، وقالوا لهم ان هم حملة جاية من وزارة الصحة. وبعد ما خلصت عربية الاسعاف سابت علامات معينة على بعض البيوت، والعلامات دي كان من ضمنها الثلاث بيوت اللي تمت فيهم المجزرة. لكن رجال الامن بعد مخاطبة وزارة الصحة، وزارة الصحة انكرت تماما انها ارسلت اي
عربية إسعاف للقرية دي، وبدأت الأمور تتعقد أكتر. ويمر اليوم الرابع والرأي العام عمال بيضغط على أجهزة الأمن لاكتشاف الجناح، وبدأت الإشاعات توسع وتكتر أكتر لدرجة إنهم قالوا إن العملية دي كلها برعاية واحدة من كبرى العصابات المتخصصة في سرقة وتجارة الأعضاء البشرية. كل ده والأمن بيحاول يقبض على الجناح بسرعة جدا علشان يوقف نزيف الإشاعات اللي عمال يطلع كل يوم، علشان يجي اليوم الخامس والأمن يعقد مؤتمر صحفي ويعلم من خلاله إن تم القبض على الجاني. وبكررها تاني، الجاني مش الجناح. اللي ارتكب كل ده شخص واحد واسمه محمد عبد اللطيف، والأمن نشر صور ليه ونشر نص الاعترافات كاملة بإن هو اللي عمل كده، وإن هو تسلل لكل بيت من خلال أسطح البيوت ونزل وقتل كل الأهالي بنفس الطريقة اللي الطب الشرعي والمعمل الجنائي قال عليها، إنه تم تحشيم الرأس باستخدام السطور وتم فتح البطن وبتر الأعضاء التناسلية باستخدام مشرط طبي. معظم أهل البلد ارتاحوا جدا من الخبر ده لأنهم على الأقل عرفوا مين اللي عمل في أهليهم كده. والأمن وصف محمد عبد اللطيف إن عنده خلل نفسي وخلل عقلي، وإنه غير متزن، وإنه صدر منه الأفعال دي لأنه بيعاني من مشاكل نفسية. لكن في وسط الاعترافات دي كلها كان الموضوع مليان حاجات غريبة. من الصعب جدا إن شخص واحد بس هو اللي يرتكب الجريمة دي بالتنظيم ده والدقة دي. في نفس الوقت إن تقرير الطب الشرعي أثبت إن الطريقة اللي تم فتح البطن وبتر الأعضاء بيها تمت بطريقة فيها خبرة طبية، ولازم الشخص اللي يكون عمل كده عنده خبرة كبيرة ومتمرس على القتل. وبرغم إن كتير من الأهالي أكدوا إن محمد هو فعلا اللي عمل كده، وبرغم إن هو مثل الجريمة قدام كل الناس بالتفاصيل كاملة، إلا إنه الموضوع كان فعلا مليان حاجات غريبة. أولها إن محمد ما كانش عنده أي خلافات مع أي شخص من اللي ماتوا، ما عندوش أي خلافات في بيت حد فيهم. إيه اللي يخليه حتى لو عايز يقتل أو ينتقم إن هو يرتكب جريمة بشعة بالشكل ده؟ لحد ما قرر المحامي والنائب الراحل طلعت السادات ان هو يتولى الدفاع عن محمد عبد اللطيف، وده لانه كان هو ومجموعه كبيره من المتخصصين متاكدين ان محمد بريء وان تم اتهامه ظلم، وده برغم اعترافه واعاده تمثيله للجريمه. واستند المحامي طلعت السادات على مجموعه من الادله واهمها تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي اللي اكد انه صعب شخص واحد ينفذ الجريمه دي، وان اقل عدد ينفع ينفذ الجريمه دي هم 5 افراد. ده غير ان الحذاء اللي لقوه في مسرح الجريمه طلع مش مقاس محمد تماما وطلع مش بتاعه اصلا. وكمان اثبت المحامي طلعت السادات عن طريق تقرير طبي ان محمد في كامل قواه العقليه وان هو مش مريض نفسي زي ما الامن قال عليه، وده بالاضافه ان كل التقارير اللي اعتمد عليها النائب والمحامي طلعت السادات كلها عكس تماما اللي قاله الامن، وتم تحويل القضية للمحاكمة وكان بيتابعها تقريبا كل الناس في الوقت ده. لكن تحصل المفاجأة في جلسة المحاكمة ويصدر حكم تاريخي. المحكمة برأت محمد من كل التهم الموجهة إليه، وده بسبب تضارب التقارير الأمنية وبسبب كمان اختلاف اعترافات محمد عن تقرير الطب الشرعي والمعمل الجنائي اللي كان فيه اختلافات واضحة في طريقة تنفيذ الجريمة. ده غير انه أدوات الجريمة والأعضاء التناسلية محمد معرفش يقول على كل أماكنهم وكانت لحد وقت المحاكمة مختفية. وطلبت المحكمة من الأجهزة الأمنية إنهم يلاقوا القاتل الحقيقي أو القتلة الحقيقيين، لأن المحكمة والرأي العام كان عندهم نفس الرأي إنه صعب جدا اللي ينفذ المذبحة دي شخص لوحده. وتم اتهام الأمن في الوقت ده إنهم أرغموا محمد على الاعتراف بارتكاب المجزرة دي وإن هو شخص مظلوم. حكم براءة محمد نزل على أهالي بني مزار زي الصاعقة بالظبط، لأنهم كانوا متأكدين إن محمد هو اللي عمل كده، ولأن الأمن كان خايف من تعدي الأهالي على محمد وعلى بيته تم إرسال محمد إلى الإمارات علشان يعيش هناك. وبعد سنين الإعلامي الراحل وائل الإبراشي قابل محمد بالصدفة في الإمارات وعمل معاه لقاء طويل، ومحمد أكد في اللقاء ده إنه تم تعذيبه وتم إرغامه
قاموا على الاعتراف بتنفيذ المذبحة وان هو فعلا مظلوم. وبرغم مرور 18 سنة على الواقعة دي الا اننا لحد اللحظة دي محدش يعرف مين اللي ارتكب مذبحة بني مزار وليه. سلام عليكم.